السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي. Welcome to this new session in math. معاكم مستر محمد كشك، وهنشتغل إن شاء الله math مع بعض خلال السنة دي. وطبعا حابب أفكركم بكل مرة بقول نفس الجملة، إن math من غير understanding، من غير فهم، مش هنعرف نشتغل فيه، مش هنعرف إحنا بنعمل إيه. يبقى لازم أفهم إيه اللي قدامي، وافهم الرولز بتاعته، وابدا اتحرك من خلال اللي انا فهمته. طيب، احنا الفتره اللي فاتت كنا بناخد الريشيو والبروبوشن، واتكلمنا عن البروبوشن وعن الريشيو، وخدنا شويه بروبرتيز. انا جمعت النهارده كل البروبرتيز اللي فاتت في حصه النهارده مع البروبرتي الاخيره اللي هناخدها ان شاء الله، علشان نخلص كده البروبوشن العادي ونخش المره اللي بعدها على الكونتينيود بروبوشن. تعالوا نتكلم هو ايه الريشيو. كان عندي قلنا دخلنا في اللاست تايمز كلها، يعني مرتين ثلاثه فاتوا، لو انا عندي كومبيرنج بتوين تو سيميلر كوانتيتيز، وقلنا مثال لو انا عندي اي بي ده لاين سيجمنت ب 4 سم وسي دي ب 8 سم، وانا عايز اعمل كومبيرنج. وكنا اتكلمنا ان الكومبيرنج ممكن يكون كومبيرنج انجلش، زي مثلا ما اقول اي بي ليس ذان سي دي وسي دي مور ذان اي بي. ده مش كومبيرنج مهم، انا بتكلم على ماثيماتيكال، يعني بتكلم على النمبرز بتاعتها ممكن اعمل كومبيرنج ازاي. فقلنا والله يا مستر ان اي بي اوفر سي دي هي 4 تو 8، وقلنا ال 4 وال 8 ده كده في بينهم كومون نمبر، كومون نمبر ممكن اعمل سمبليفاي، فهعمل ال 8 وال 4 ديفايدد باي 2، لان الاثنين في تيبل 2، او تيبل 4 الاثنين ديفايدد باي 4. وقلنا الافضل عشان اعمل سمبليفاي مره واحده اعمل ديفايد الهايست كومون فاكتور، يبقى ديفايدد باي 4 في ال 4 وال 8 بقت 1 اوفر كام؟ 1 over 2. طيب 1 over 2 ده هل معناها ان ال A B دي 1 سنتي؟ لا طبعا. ولا ال C D 2 سنتي؟ Of course not. يبقى انا عندي ال A B دي هي كانت 4، بس لما عملنا simplify بقت 1 part، وال C D كانت 8 ولما عملنا simplify كانت 2 parts. وده معناه ان انا عندي هنا 2 numbers لازم افرق ما بينهم، النمبر الريل بتاعي الحقيقي والنمبر بتاع الريشيو. يبقى انا دلوقتي عندي رقمين، الحقيقي 4 و8 اللي هم عملوا عليهم يولو دول، لكن الريشيو هي 1 و2. الريشيو دي بتفيدنا في ايه؟ هقوم قايل دلوقتي يبقى معلش بقى الاي بي ده كده يعتبر هاف السي دي، الاي بي اللي فوق ده هو نص السي دي، وفهمت كده من النمبر اللي قدامي. فكده الريشيو بيديني مينينج اتعامل مع الكوانتيتيز بشكل اسرع واحسن بدل ما نبص على الفور والايت. طيب برضو قلنا ان السي دي كده ممكن تكون دبل، ما دي 2 وده 1 يبقى دبل الاي بي. طيب ده كانت الريشيو. الريشيو خدنا بقى البروبوشن، قلنا ايه البروبوشن؟ ده ايكواليتي اوف تو اور مور ريشيوز، لما ريشيو بتساوي ريشيو بتساوي ريشيو او اكتر، يعني بنسمي ده ايه؟ بنسميه ايكواليتي اوف تو اور مور ريشيوز، يعني زي 2 اوفر 5. طيب 2 اوفر 5 هنا يا جماعه ب 4 اوفر 10، وقلنا بقى هناك في الريشيو كان عندنا رقمين 1 و2 مثلا او 3 اوفر 5، فكان هناك انتسيدنت وكونسيكونت، هنا هيبقى لا مش هيبقى انتسيدنت وكونسيكونت، بقى ده عندنا اربع ارقام، ال 2 اهي وال 5 وال 4 وال 10، دول اربع ارقام مش رقمين زي اللي هناك. طيب يبقى هنسميهم ايه بقى؟ هسميهم فيرست بروبوشنال تيرم، سكند بروبوشنال تيرم، ثيرد بروبوشنال تيرم، وفورث بروبوشنال تيرم. يبقى هنا ده الفورث بروبوشنال ايه؟ تيرم. طيب وقلنا لما اعمل دول تايمز بعضهم، طبعا ممكن اكتبهم كده كمان 2 و4 و5 و8 10، و4 تايمز 5 ب 10 ده المينز، و2 تايمز 10 ب 20 سوري 4 تايمز 5 ب 20، يبقى هنا البرودكت بتاع المينز بيساوي برودكت بتاع الاكستريمز، وكانت دي اول بروبرتي. تاني بروبرتي لو اداني العكس، يعني قال لك بقى هنا 4 over 5 equal 2 over 10، تعرف تعكسهم لي وتجيب البروبوشن، عادي جدا. هعمل ايه مثلا؟ 2 واروح لل 5 ما ارجعش وايديا فاضيه فاخد 4 over 10. تمام. يعني هنا لو a times b d equal c times b براحتك. عايز اعمل a over c يبقى تاخد d over b. عايز تعمل a over d خد b over c. اهم حاجه وانت بتنقل من حته من سايد لسايد بترجع بالايه؟ بالرقم اللي معاك هناك. وخدنا عليها مسائل. تمام، وقلنا فيها 4 بروبورشنال 4 بروبورشنال موجودين. يبقى الاولانيه كانت مينز واكستريمز، الثانيه لا بعكس، لو انا اداني المينز تايمز الاكستريمز ايكوال
equals يبقى طلع منهم البروبوشن اللي عندي. يعني عكست البروبرتي اللي عندهم. البروبرتي الثانية الثالثة كنا قلنا والله يا مستر ان دلوقتي 4 over 7 equal 12 over كام؟ 12 over 21. يبقى لو خدت الانتسدنت اللي هي 4 over consequent اللي هي 12 هيديني الانتسدنت الكونسيكونت انتسدنت over انتسدنت يعني 4 over 12 هيديك كانك عملت 7 over 21. ودي ساعات بتفيدنا في بعض المسائل بدل ما نقعد نعمل مينز واكستريمز ونلف، لا على طول ممكن اعمل انتسدنت over انتسدنت consequent over consequent. يعني مثلا لو جالي مثلا a over 5 مثلا بتساوي 3 او b over 7 وانا عايز اجيب ريشيو a over b، بدل بقى ما اعمل مينز واكستريمز وارجع اعمل فورمنج للريشيو تاني والكلام ده، لا خلاص يبقى a over b على طول a over b هيديني كام؟ 5 over 7. ودي هتبقى ايه؟ سهله جدا وظريفه جدا مفيش فيها مشكله. طيب بروبرتي نمبر 4 هي هناخدها من اول كلمه قلناها. احنا اول كلمه قلناها عندي رقمين الريشيو، رقمين رقم ريل ورقم ريشيو، زي مثلا 12 over 16 هي 3 over 4. طب فرضا انا قلت لك كده ان a over b equal 3 over 4، هل ان الـ a ب 3 والـ b 4؟ طبعا مستحيل الـ a عمرها ما تساوي 3 و 4، لا ده هما كان في 2 numbers دي الحقيقيين واحنا عملنا لهم divided وفي السمبليفاي بقى 3 over 4. يعني في نمبر كان معمول تايمز 3 اسمه ام مثلا وتايمز 4 اسمه ام واحنا سمبليفايناه، عملنا سمبليفاي ليه فادت لنا 3 over 4. يبقى لو انا عايز افك اي ريشيو، لو عايز افكها افكها بان الـ a او الـ b او اي كوانتيتي عندي هي النمبر تايمز كونستنت، زي دي كده لو a over b equal c over d يبقى الـ a equal cm والـ b equal dm. يبقى هنا الـ c والـ d كان معمول لهم تايمز، بس بعد السمبليفايد شال التايمز اللي احنا هنفترضه ان هو رقم مين؟ نمبر اسمه ايه؟ نمبر اسمه ام. ده كله يا جماعه خدناه المره اللي فاتت، المره اللي فاتت انا براجع عليه عشان ممكن نستخدمه بعد كده وخلاص، هو اخر مره ان شاء الله بروبوشن، فما يبقاش احنا سايبين حاجه عندنا خالص ما فهمناهاش. واللي محتاج اي حاجه حتى يا جماعه بعد كده في البروبوشن، يعني اي حد محتاج حاجه في البروبوشن ما فيش مشكله يبعت السؤال بتاعها لو ينفع ويكتبه لي وانا احله له في كتاب معين، مثلا عايز يبعت لي رقم السؤال وانا اشوف السؤال واحله له، الدنيا اتس اوكي ما فيش اي مشكله خالص، انا متابع معاكم تمام. واللي مش فاهم حاجه في اللي انا براجعه ده برضه يبعت لي في الشات ويقول لي يا مستر مش فاهم، عشان برضه ما امشيش بسرعه قوي او امشي ببطء قوي وتبقى الدنيا مش مظبوطه. طيب يبقى دي كانت البروبرتي نمبر كام؟ نمبر 4. طيب تعال نخش على البروبرتي نمبر 5. نمبر 5 كانت بروبرتي ظريفه جدا وقلنا لو انا عندي 6 over 3 4 over 2 8 over 7 8 over 4 10 over 5 12 over 16 كل دوت اي بروبوشن في نهايته بيساوي ايه؟ كونستنت. وما دام سوا كونستنت يبقى هنحاول مثلا في الارقام اللي عندي ديت كانت 6 over 3 حلو جميل قوي هتبقى كام؟ هتبقى 2. وقلنا ان ايه علاقه الانتسدنت والكونسيكونت بالكونستنت؟ اكيد في ريليشن بينهم، ما دام في ايكوال يبقى في ريليشن. ايه هو بقى؟ ان ال 6 يا شباب هي عباره عن الكونستنت تايمز الكونسيكونت ال 3، وان اي انتسدنت من اللي فوق دول كلهم يعني كل اللي فوق دهم هو عباره عن كل اللي تحت تايمز 2 اللي هي الكونستنت. يعني 3 تايمز الكونستنت يدينا 6 اللي فوق، ال 2 اللي تحت تايمز الكونستنت يدينا 4 اللي فوق، ال 8 وده ماشي مع اي بروبوشن. 8 ال 4 تايمز ال 2 اللي فوق يدينا 8، 5 تايمز ال 2 اللي تحت يدينا 10 اللي فوق، 6 تايمز 2 يبقى ده ماشي مع كل بروبوشنات. يبقى اني بروبوشن المينز سوري الانتسدنت التايمز بتاعه هو عباره عن الكونسيكونت تايمز كام؟ تايمز الكونستنت بتاعه. تمام؟ اظن الدنيا جميله وسهله ولطيفه. وكنا بقى بنقول ان معظم مسائل ده اهو كان يجي لي مثلا a over b equal c over d equal e over f، فنقول بقى ان ال a equal bm وال c equal dm وال e equal fm كنا حفظناهم
بي ام ودي ام، بي ام ودي ام، الاي بي ام والدي ام، وخدنا مسائل لو غيرنا وجد ارقام الدنيا برضو كانت سهله وبسيطه. طيب البروبرتي بقى الجديده النهارده، طبعا كانت بتيجي بروف سهله، يعني كان بيجي بروف مالك مثلا، لك مثلا يعني لو اي اوفر بي دايما كده، كان يقول لك اي اوفر بي ايكوال مثلا سي اوفر دي، وبروف مثلا اللي فيه هاند رايت هاند سايد تقريبا، ويديك اي كوانتس ديفايد بعضها والليفت هاند سايد وتثبتها. وكانت بدايه السؤال دي كانت بتفرق اي اوفر بي ايكوال سي اوفر دي، يعني الاي والبي والسي والدي ار ان بروبورشن. طيب البروبرتي بقى الاخيره نمبر 6، هي بروبرتي لطيفه وظريفه وخفيفه، ولكن قبل ما نتكلم عليها تعالوا نعتبرها تشالنج او جيم. انا عايز اعتبرها كده مع الطلبه بتوعي انها جيم. تعالوا نشوف لو انا عندي بروبوشن ممكن اشكل منه شويه حاجات ايكوال ازاي. مثلا 1 اوفر 2، 2 اوفر 4، 3 اوفر 6، 4 اوفر 8، كل دولت من الاخر هم هاف. يعني كل الحاجات دي كلها في الاخر هاف، يبقى ده كله ده بروبوشن. تمام. تعالوا نمسك وليكن مثلا اول الريشيو دي، اي ريشيو 2 اوفر 4، وناخد اي ريشيو ثانيه 5 اوفر 10، انا جايبهم باي تشانس كده يعني ما عملتش اي حاجه. تمام. وتعالوا نقول لو انا عملت 2 اوفر 4 وهنا 5 اوفر 10 وقمت جاي على الانتسدنس اللي فوق دهولت عملت لهم بلس، وعلى الكونسيكونت اللي تحت عملت لهم بلس، ايه اللي هيطلع؟ انا جايب اي تو ريشوز عادي هم ولا اعرفهم ولا شفتهم واختارهم باي تشانس. 2 بلس 5 يبقى فوق 7، و 4 اوفر 10 ايكوال كام؟ 14. وهنا هنلاحظ حاجه ان 4 اوفر 7 7 اوفر 14 قال لا ده هي ريشيو من الريشوز الموجوده فوق اللي كان في البروبوشن بتاعنا. طب معلش لو جربنا حاجه ثانيه مثلا ناخد 3 اوفر 6 مثلا مع مثلا يلا 6 اوفر 12 اهي، هنجرب بقى حاجه ثانيه اهو، اثنين ثانيين اهو 6 اوفر 6 وهنا بقى مثلا كام قلنا 6 اوفر 12، وتعالوا نعمل بلس 4 في الانتسدنت وبلس تحت في الكونسيكونت، ايه اللي هيطلع؟ 3 بلس 6 9 و6 تايمز بلس 12 كام؟ 18. قال لا ده 9 اوفر 18 اهي. السحر ده. يبقى انا لو عملت اي ريشوز جوه البروبوشن الانتسدنت بلس كونسيكونت بلس هيديك نفس البروبوشن، وانت ما طلعتش بره البروبوشن هيطلع نفس البتاع في السمبليفاي، هيطلع هو نفس البروبوشن. طيب هو معلش يا مستر 2 ترمز بس، يعني ممكن يجيب اكثر من 2 ترمز؟ تعالوا نشوف ونجرب، مش اي مشكله خالص. تعالوا نجرب لو جبنا مثلا 3 ريشوز، نجيب 3 ريشوز مش مشكله، مثلا 2 اوفر 4 و 3 اوفر 6 و 4 اوفر 8، يلا هنجمع كل دول مع بعضهم ونشوف يطلع ايه. يلا يبقى 2 وتحت 4 وهنا بلس بلس 3 و 6 وهنا بلس وبلس 4 و 8. ماشي 2 بلس 3 كده 5 بلس 4 يبقى 9، وهنا ده 10 يبقى 18، ادانا فعلا 9 اوفر 18. طب البروبرتي دي شغاله مع بلس بس؟ طب نجرب ماينس نشوف، مفيش مشكله خالص. تعالى نجرب ماينس، تاخد اي بروبرتي برضه مثلا 10 اوفر 20 وناخد مثلا 6 اوفر 12 ونعملهم ايه؟ ماينس ونشوف اللي هيحصل. الانتسدنت ماينس 10 و 20 وهنا ماينس 6 و12 زي جيم كده، اختار اي اثنين واعمل اي اوبريشن عليهم شوف اللي هيحصل. 6 ماينس 10 ماينس 6 بكام؟ 4 وهنا 20 ماينس 12 تطلع 8. طب ما هي فعلا ايه 4 اوفر 8. يبقى هنا يا جماعه لو عملت بلس لاي انتسدنت او بلس لاي كونسيكونت مع سوري اوفر بلس اي كونسيكونت هيديني one of the ratios which are given اللي احنا دايما بنختاره، لك ايه
one of given ratios بيديني ريشيو من الريشيوهات بتاعت البروبوشن وهي زيها بالظبط ولو عملت ماينس برضو يطلع زيها بالظبط وعلى فكره لو عملنا اي ريشيو تايمز بعدها بلس او ماينس هيطلع زيها بالظبط ازاي؟ تعال نختار اي تو ريشيوز وليكن مثلا 2 over 4 اهي 2 over 4 وهعمل مثلا فيها تايمز يعني مثلا تايمز اي حاجه تايمز 2 وهنا تايمز 2 اهو عملت تايمز في الريشيو الاولانيه فوق وتحت مفيش اي مشكله خالص وتعالوا نعمل اهو اختار لها ريشيو ثاني مثلا 3 و 6 او 4 و 8 اي حاجه مش تفرق يعني هنا بلس 3 وبلس 6 طيب ونشوف اللي هيطلع نعمل التايمز الاول 2 تايمز 2 تبقى 4 بلس 3 فوق وهنا 2 تايمز 4 بكام؟ 2 تايمز 4 ب 8 بلس 6 بكام؟ يبقى تبقى هنا 7 اوفر 14 احنا بنلف وبندور في ان هي نفس الريشيوز الموجوده بنلف وبندور في ايه انها تكون one of given ratios الناس اللي معانا يعني حاضرين لو مش حد فاهم حاجه قعدها له عشان ابدا اخش على المسائل يبقى انا يا مستر عملت بلس للريشيوز دعاء فين و روان لو سامعيني لو عملت بلس للريشيوز للانتزنت وكونسيكونت اداني one of given ratios عملت ماينس عملت تايمز وبلس عملت تايمز وماينس اي اوبريشن انت هتعملها في الريشيوز اللي انا مديها لك هتسمى عندك تحت وهيديك ايه انها one of given ratios يعني هي زيها زيهم يعني مهما اعمل في الاوبريشن هنا اهو هتبقى ايكوال مع اللي فوق كله ناخد اكزامبل ونشوف تيجي ازاي طيب هنا مثلا بيقول لي if a over 4x plus y equals b over 4x minus 1 احنا عايزين نعمل بروف ان a plus b over 5x minus 3y equal negative a minus b over 3x طبعا هنا دخلنا في التعقيد بقى هنا الدنيا عقدت ويعني تمام يا روان شكرا لك الدنيا هنا دخلت في التعقيد والدنيا بدات ايه تصعب شويه هي مش صعبه ولا حاجه معايا بسيطه جدا تعالوا نفصص المساله ونفهم هي المساله دي بيقول ايه بيقول لي هنا ان الجزء ده هو البروبوشن بتاعي حلو من البروبوشن ده عايزين نوصل للحاجات اللي هنا اللي زي دي وعايزين نوصل للحاجات اللي زي دي ونشوف هل دول هيطلعوا زي بعض ولا لا فانا بقى هبدا افصص كده من دماغي كده واقول والله بسم الله الرحمن الرحيم كده هو هنا في ايه الواحدة وهنا في بي الواحدة تمام بس هنا عمل لي ايه بلس بي تمام يبقى اكيد هو عمل بلس للاثنين دول في الانتسيدنت وزي الجيم اللي قلنا عليها من شويه هنعمل لهم بلس في الكونسيكونت ما هو بعد ما عملنا فوق بلس يبقى نعمل تحت بلس زي ما عملنا هنا طيب تعالوا بقى كده ده الرايت هاند سايد ده نشوفه يبقى باي ادينج antecedent to consequent of first ratio to antecedent to consequent of second ratio. تعالوا نعمل بلس ونشوف الدنيا فيها ايه. حلو. ادي الريشيو الاولاني a over 4x plus 1 تاني plus b over 4x over x minus 4. طيب نعمل بقى بلس يلا. طبعا a وb خلاص مش هنعملهم بلس بس انا عندي هنا 5 4x وهنا x يبقى كده 5x. وهنا نيجاتيف 4y وهنا 3y يبقى نيجاتيف 3y يبقى طلع لي a بلس b اوفر x ماينس 3y طيب اللي طلع ده احنا كنا بنقول ايه؟ ان اللي طلع ده هو يا جماعه هو زي اللي فاتت زي واحده من دول هما ايكوال one of given ratio الجمله المشهوره بتاعتنا one of given ratio ان ده يعتبر ريشيو من الريشيوز اللي عندي طيب تعال نبص على الثاني لا الثاني عمل يبقى ماينس يعني قال a ماينس b طب حلو يبقى انا كل اللي هعمله هبص بقى هنا اهو
شيل ده الكلام ده كله. يبقى هنا هنعمل ماينس، يبقى باي سبتراكتنج بدل ما باي ادنج باي سبتراكتنج، تعال نعكس ونعمل سبتراكتنج. باي سبتراكتنج التو تيرمز، بس هنا ابدا بالفيرست ريشيو عشان الاي وبعديها السكند ريشيو عشان البي. يبقى باي سبتراكتنج التو تيرمز اوف فيرست اند سكند ريشيو هيبقى هنا a plus 4x over 4x plus y، وهنا minus b عادي minus البراكت ده كله على بعض. طبعا minus هيغير change الساينات دي كلها، تبقى الاكس دي هتبقى نيجاتيف وال4 هنا نيجاتيف، فطبعا هتبقى هنا 4x minus x ب 3x y minus dy دي minus minus sorry هنا minus y مش plus عشان minus في المساله، نيجاتيف نيجاتيف بلس يبقى 5 1، وبالتالي اداني ده اللي هو 1 اوف جيفن ريشيو. يعني من الاخر يا مستر الاوبريشن اللي عملناه هنا اهو كانت زي اللي فوق، والاوبريشن اللي عملناه هنا اهو كانت زي اللي فوق، وده معناه ان التو اوبريشنز دولت واللي احنا عملناه كله كان ايه؟ بالظبط اكزاكتلي كان ايكوال. شكرا يا شكرا روان، شكرا بقى باي سبتراكتنج بالظبط فيرست 1 باي سكند 1 تمام. شكرا شكرا ليكو تمام يا روان تمام يا دعاء شكرا ليكو. طيب تعالوا ناخد اكزامبل تاني هنا ما شاء الله كبرها. يبقى السطر ده كله ده بتاع ايه؟ ده بتاع البروبوشن، واحنا عايزين نوصل لده. طيب انا ملاحظ هنا في اول واحده انه عمل اكس بلس واي، يبقى باي ادنج تيرمز تو تيرمز اوف فيرست اند سكند ريشيو، وهقول خلصت ما دي الاكس من الفيرست ريشيو ودي الواي من السكند ريشيو. يلا ادي اول ريشيو اهي اكس اوفر اي ماينس بي اكس بلس سي، وهنا بلس، وهنلاقي بقى من حسن حظنا النيجاتيف بي والبلس بي دول انفيرس، السي والنيجاتيف سي انفيرس، يبقى ده كله يبقى اكس بلس واي اوفر 2 اي. والريشيو اللي طلعت ده يا جماعه هي نفس الريشيو اللي فوق دي، نفس اللي جيفن دول وان اوف جيفن ريشيو. طيب هنا في الثانيه عمل ايه بقى؟ عمل لي هنا واي بلس زد، يعني هيعمل دولت البلسات. طيب يبقى هنا هعمل واي اوفر بي ماينس سي بلس اي، وهنا بلس زد اوفر بلس سي بوزيتيف سي يعني ماينس اي بلس بي، وبرده هنا لحسن الحظ هلاقي السي بوزيتيف ونيجاتيف وهلاقي الاي بوزيتيف ونيجاتيف، فكده هنعمله سمبليفايد مع بعض هيبقى هنا واي بلس زد اوفر 2 بي. وهيجي هنا سؤال مهم جدا، طب هنا في الريكوايرد كانت ايه ما كانش فيه 2 اي، وهنا في الريكوايرد كان بي ما كانش 2 بي. تمام هو بس مش الريشيو دي ايكوال الريشيو دي يبقى ممكن اكتبهم كده اهو جنب بعضهم واعمل تايمز 2 في الاولانيه وتايمز 2 في الثانيه. ليه تايمز 2؟ عشان اعمل سمبليفاي، 2 راحت مع 2 و2 راحت مع 2، فهنا يديني ان y بلس x بلس y اوفر a ايكوال y بلس z اوفر a. يبقى هنا ده كان الدنيا بتاعت باي ادينج فيرست سكند، صح يا دعاء وتمام يا روان، ليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد. شكرا لكم انا بشاركوا معايا. يبقى هنا طبعا طلع عندي تو تيرمز ايكوال الدنيا تمام. طيب تعالوا نبص على اللي جايه ديت، اللي جايه دي بقى شويه اوبريشنز زياده. ليه بقى؟ هنا طبعا زي ما اتفقنا ان اول سطر ده كله هو البروبوشن اللي عندي. طب تاني سطر يا شباب هيبقى ايه بقى؟ لا تاني سطر ده اللي هنجيب منه بقى المطلوب، بس هنا المره دي ما قالش اكس، ده قال لك اعمل 2 اكس. حلو، يبقى أول حاجة هنعمل by multiplying two terms of first ratio by 2 عشان هو عايز 2x وهنا x، يبقى كده هنعمل times 2. طب والواي؟ لا الواي زي ما هي مش هنعمل حاجة بقى خلاص، هنجمعهم على الواي by then adding the result to y أو second term of two terms of second ratio. يبقى أول حاجة multiplying بعدين adding للسكند ريشيو. طيب
يبقى تخلي بالنا بقى هنا يا مستر من حته مهمه جدا. لما اعمل تايمز فال2 هتبقى تايمز الاكس وال2 تايمز ال2 وال2 تايمز ال4، يعني مش هنعمل بقى 2 تايمز اكس وخلاص. يبقى هنا 2x وهنا 4a وهنا 2b وبلس الواي ونجمع، يلا هتلاقي عندك هنا 2b و2b يعني 4b بين 2x بلس y اوفر 4a بلس 4b ماينس. ده وان اوف جيفن ريشيو. هناك بقى في السكند ريشيو ما شاء الله، ده هنا متوسط بينا قوي يا مستر، الدنيا هنا ايه متوسطه جامد. ليه بقى؟ اول هام هنعمل x تايمز 2، ثاني هام هنعمل y تايمز 2 برضه، يعني المره دي هنعمل مرتين تايمز 2، والزد الحمد لله الوحيده مش هنفع اي حاجه خالص، يبقى ده كده هنعمله كمان تايمز 2. يبقى هنا 2x طبعا 2 هتعمل تايمز كله، هنا 4b ماينس 2c وهنا بلس z اوفر 2c ماينس 1. هنا هنلاقي لايك تيرم 2c نيجاتيف و2c بوزيتيف راحوا مع بعضهم، وهنا عندك 4a ماينس a يبقى 3a، وهنا 2b و4b مع بعض يبقى نجمعهم يبقى 2x بلس y بلس z اوفر 3a بلس 6. ده one of given issues يعني كلهم زي بعضهم. طيب حلو السؤال الجاي ده ولذيذ وظريف، ممكن احله بكذا طريقه بس احنا هنحله بطريقتنا بتاع النهارده. هو ليه كذا طريقه؟ طبعا ليه كذا طريقه، ممكن تحله بالبي ام والسي ام، طبعا كتير يعني. هنا a over 2 equal b over 3 equal 4 over 3، يبقى دول كده بتوع البروبوشن بتاعي. واحنا عايزين نطلع التجميع دي جت من فين؟ سميها مساله التجميع بقى، نقعد نجمع كده مع بعض. فهنبص هو هنا والله يا مستر في الاول كده صاحب هذا السؤال الجميل اللذيذ اللطيف عمل 2 تايمز ايه، فبالتالي اول ترش ده كده اهو هنعمل لها تايمز 2، وبعد كده عمل ماينس يبقى هنا هنعمل ماينس، وبعد كده عمل 5c يبقى هنعمل هنا تايمز 5. كل بروشن ده اتعمل بقى عشان هو احنا بنقلد اهو، شوف احنا كاننا بنقلد لفوق، ونشوف الريزلت تحت هتطلع كام او الكونسيكونت هتطلع كام. تاني بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدا، احنا قلنا اول واحده هعمل لها تايمز 2 هتبقى 2a اوفر 4 ماينس، او هنعمل ملتبلاي نيجاتيف 1 يعني ممكن تقول سبتراكتنج، اور هتقول مثلا ايه باي ملتبلاي نيجاتيف 1 وادينج، يعني ادي نيجاتيف بي ونيجاتيف 3 5 4 يبقى 5 سي و20 تحت عشان 5 تايمز 2. اللي فوق ده الحمد لله وصلنا له اللي هو هنا، تمام وصلنا له، يبقى اللي تحت هيبقى كام بقى؟ 4 ماينس 21. طيب يبقى اكيد ده هو ده، تمام. يبقى 3x هنا كام؟ يبقى 3x equals 21، يعني الـ x بكام؟ اكيد بصفر. تمام يا روان، تمام يا دعاء، one of given issues. تمام انا بس عشان بس مسائل محتاجه شويه تركيز فيها فببص الشات بعد فترة يعني. تمام يا دعاء شكرا. تعالوا نخش على الحتة اللي جاية. هنا سؤال بيقول لي x plus y over 19 y plus z over 7 prove ان x plus y plus 2z over 13 equal x minus z over 6. وهنا المسألة تطورت شوية يعني خدت ملح آخر، احنا ملاحظين كده إن ما عادش بقى يقول لك اعمل تايمز 2 تايمز 3، ده كان في المسألة اللي فاتت. هنا فكرة جديدة شوية. طيب أنا عندي ده البروبوشن، أنا عايز أجيب ده. طيب الإكس أهي والزد أهي، يبقى 2y
بس هم ده هم. يبقى فكرة كده بقى بريليانت حلوة كده ان احنا هنعمل دول بلس، هيديني للواي والواي تو. انا بفكر في المسألة اهوت اكس اهيت والزد اهيت، فبقى لي 2 واي، هو عايز 2 واي وهنا 2 واي، واي بلس فكده 2 واي. يبقى باي ادينج تو تيرمز اوف فيرست ريشيو اند سكند ريشيو، واي بلس اكس وهنا ايه واي بلس زد. ولما اعمل ادينج يلا على السريع هتبقى هنا طبعا دول مع بعض 26، وهنا اكس بلس واي 2 واي بلس زد. وطبعا الجمله المشهوره بتاعتنا اللي هي اكل شيء بقى نحفظها زي الختامه كده وانا في جيفن ريشيو على طول. بس الجمله دي جمله مهمه جدا يعني. طب ديت جت معانا يا مستر وغالي زي الفل، احنا عايزين ده اهي، احنا عايزين اكس ايوه وعايزين الزد تمام، بس الزد بالنيجاتيف مش عايزين واي. يعني احنا هنا كده مش عايزين واي. طب نشيل الواي ازاي؟ باي سبتراكتنج، ما هو هشيل الواي باي سبتراكتنج. يبقى باي سبتراكتنج تو تيرمز فيرست ريشيو اند سكند ريشيو، نعمل دول ماينس فيطلع عندنا اكس بلس واي اوفر 19 ماينس واي وماينس زد وماينس صفر. طبعا واي بوزيتيف واي نيجاتيف مع السلامه زيرو. يبقى هنا اكس ماينس زد اوفر 12 يبقى 1 اوف جيفن ريشيو. هيبقى لنا بس حته صغيره ان هنا 13 وانت هنا كده 26 يا مستر، هنا 6 وهنا 12، يبقى هنساوي ده بده ونشوف انتسدنت هنعمل تايمز 2 او ديفايد 2 الاثنين يطلع لي هنا ب 13 و 6. تمام يا روان، تمام يا روان، ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك. هو الدرس يبدو في اوله بس كان تقيل شويه، ولكن الدنيا تحسن بقى ان شاء الله خلاص ماشي. هنا لا هنا رجعنا الحمد لله سهلين بقى 2 اي وبي الحمد لله. طيب بس هنا في مشكله عندنا يا مستر، ايه هي؟ هنا بدا بالانتسدنت وهنا بدا بالانتسدنت، حلو جميل. بس هنا في المطلوب كان عامل انتسدنت هنا وكونسيكونت انتسدنت واللي تحت انتسدنت وده كونسيكونت وكونسيكونت. عادي هنركبهم، احنا عندنا بروبرتيز في الفريش. بس خلونا الاول نتفق ان احنا هنعمل اللي فوق دول وده عشان دول بتوع الانتسدنت، ما كان ربنا ييسر في اللي هيطلع بقى. نمسك الانتسدنت الاولاني اللي فوق ده الحلو الجميل ده اهو، يلا هنبص نقول ايه 2a هنا 2a، يبقى هنعمل ده كله تايمز 2 بلس b. لا مش خلاص بلس b بلس، يبقى هنا هتبقى 2a معلش امسح بس ده هو كده اهوت اوفر. طبعا 2a يعني هنعمل تايمز 2 يبقى واضحه، وهنعمل تايمز 2 في كله يعني فوق وتحت مش بس حد ينسى، بس 2 تايمز فوق وتحت. هنا هتبقى 4x وهنا 2y بلس b. هتلاقي بقى ده لايك تيرم ولايك تيرم لايك تيرمز بس بص نيجاتيف، وانا برضه في لايك تيرم مهمه نيجاتيف 4 و 4 4 و 4 يبقى 2a بلس b اوفر 3x. طيب اللي تحت هنا بقى عكس بقى هتسيب الايه زي ما هي، خبيث هنا المساله خبيثه بقى، يبقى هتسيب ده اللي هو زي ما هو بس البي هنا اللي عملته تايمز 2 يلا. يبقى هنا a اوفر 2x ماينس y وهنا بلس b 2b وبلس 4y y ماينس 2x. وعلى السريع كده نشيل ده وده، يبقى هنا بلس 2b اوفر 3y. وطبعا الجمله الثابته بتاعتنا اللي احنا حافظينها وخلاص ملينا منها 1 اوف جيفن ريشيو. تعالى بقى نسوي الاثنين ببعض بقى ونشوف 2a بلس b اوفر 3x a بلس 2b اوفر 3x. بس هنا يا مستر هو مش عاملها كده، ده هو عاملها كده، ما احنا لسه قايلين يا ولاد في البروبرتي ان الانتسدنت اوفر انتسدنت هيديك كونسيكونت اوفر ايه؟ الكونسيكونت. يعني هيبقى 2a بلس b اوفر a بلس 2b 3x اوفر a 3، وباي سمبليفاينج 3 مع 3 يدينا كام؟ x اوفر 4. وكده تبقى زي الفل، والمسألة فعلا طلعت زي ما كان مديها لي. يبقى هنا
1 of given A. طيب نفس الفكره هنا برضو. هنا في المثال A plus 2B و 4B plus C. طيب A plus 2B يبقى الاولانيه زي ما هي خلاص والثانيه هعمل لها تايمز كام؟ تايمز 2. A over 2x plus y وهنا 2b 6y minus 2x. اللايكات بقى نجمعهم مع بعضهم. لا الاكس هنا بتروح مع الاكس كمان. يبقى هنا a plus 2b over 7y 1 of given ratio. الثانيه بقى تحت هنعمل تايمز 4 هنا خلاص انا عندي تايمز 4 والسي زي ما هي هيبقى هنا خلاص بقى تايمز 4 هنا هوب 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 تطلع بكام 4b plus c over 17 1 of given ratio بس برضه. طيب وهنا بقى طبعا هنعمل ايه؟ هنساوي اثنين بعضهم ونعمل انتسدنت على انتسدنت كونسيكونت على ايه؟ على كونسيكونت. فيطلع لي هنا 7y over 17y وسمبليفاي بقى y مع y كم بالمره يبقى هنا بالظبط 7 over 17 وده كان اللي المطلوب عندي. طيب نبص على السؤال الجاي ونشوف الدنيا فيها. هنا x plus y equal over 7 y plus z over 5 z plus x over 8 root x plus y plus z over x minus z equals 5. طب هنا x plus y plus z يعني يبدو لنا كده انه عامل لهم كلهم بلس واحد بس انا كده عندي 2x و2 و2 z يبقى هنعمل ايه بقى؟ x plus y over z plus 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 by adding antecedent to consequent of first and second and third ratio ونجمع ونشوف يطلع ايه. طبعا هنا x و x يبقى 2x y و y 2y z و z 2z 7 و 5 و 8 يبقى كام؟ 20. طب هنا في 2 و 2 و 2 هنا عندي الثلاث ارقام دول في متوهات يبقى ناخد 2 as common factor او divide by 2 في فوق وتحت يطلع ال x plus y plus z بكام؟ over 20 وده 1 of given ratio. طيب تحت x minus z يبقى ال x الاولانيه ده بدي كده عشان x الاولانيه وال z الثانيه اهيت والمره دي هنعملهم ايه؟ by subtracting دي. by subtracting two terms of first and second ratio from first terms of a second of first ratio. x plus y over 7 minus y minus z1 minus هنا هنغير كل الساينات اللي جوه دهيت تبقى x minus x minus z 7 minus 2 5 بكام؟ ب 2 1 of given ratios. نعمل بقى دول ايكوال بعض وانتسدنت على انتسدنت consequent على consequent هيطلع كام؟ 10 over 2 اللي هي بكام؟ ب 5. نيجي بقى للسؤال الأخير هو سؤال شوية تركيز بس ده في كتاب مدرسة يعني هو في زيه في كتاب مدرسة. تمام يا دعاء بس معلش بس وأنا عشان مركز في الأسئلة التقيلة ديت فبس شكرا دعاء شكرا روان فمركز في الأسئلة التقيلة دي فبس هو اللي يعني مشغول شويه بس مع عن الشاد نايت. هنا مديني بروبوشن حلو جميل جدا. دي في كتاب مدرسه هي مساله تقيله سنه صغيره بس انا قلت يلا نناقشها معاكم ونحلها. y over x minus z x over y x plus y over z وبروف ان كل الريشيوات ده في الاخر ايكوال تو. طبعا في حاله ان الاكس بلس واي unless ان الاكس بلس واي نوت ايكوال زيرو. طيب احنا اخرنا في الاكشن هنا هنعمل ايه؟ هنعمل بلس لكل انتسدنت وكونسيكونت ونشوف هنعمل ايه؟ ما هو مفيش حاجه قدامنا نعمل كده يعني. طب تعالى نعمل يلا بلس يبقى y اوفر x ماينس z x اوفر y وبلس x اوفر y وz. هنا هتلاقي عندي 2x اكسين وهنا 2y جميل جدا يلا نعمل بلس وكمان الزد بوزيتيف ونيجاتيف هيروحوا مع بعض. يبقى هنا 2x بلس 2y اوفر x بلس y
يبقى هنا 2x بلس 2y over x بلس 1. وطبعا هناخد 2 كوم فاكتور تمام زي الفل، هيطلع لي هنا 2 وهنا x بلس y over x بلس 1. ولما اعمل simplify هيطلع لي بكام؟ انه في الاخر 2 one of given ratios اللي هي equal كام؟ equal 2. ومن هنا فعلا ان الريشيو ده او البروبوشن ده في نهايته كده هيطلع لي انه كله بكام؟ ب2. ماشي. بيقول لي بقى هنا دي اللي فيها شويه فكره بقى شويه، عايزين نجيب الريشيو بتاعت اكس تو واي تو زد. بس طبعا اكيد هنستخدم البروبوشن اللي عندنا فوق ده. طيب هنجيبه ازاي؟ ده البروبوشن اللي عندنا اللي احنا شغالين عليه وقلنا بيساوي 2. البروبوشن ده فيه 3 بارتس. فيه 3 بارتس؟ ادي البارت الاولاني وادي البارت الثاني وادي البارت الثالث. انا شايف ان البارت الثاني هو اسهل واحد لانه هو اكس وواي بس، لكن الاولاني فيه واي واكس وزد والثالث فيه اكس وزد وايه؟ وواي. فالطبيعي واللوجيكلي لما اجي افكر هفكر اتعامل مع اول واحد بس، لانه أو في الاول يعني هو ده اللي هيفيدني وهيسهل لي الدنيا شويه. يبقى ناخد دي كده مع 2. يبقى احنا عندنا x over y equals كام؟ equals 2. طيب ال 2 دي طبعا يا جماعه هي over 1 عشان بس ما حدش يتفاجئ يعني. وهنا x over y equal 2 انا ممكن اطلع منها اثنين ريليشن مهمين جدا. ايه هي؟ اول ريليشن عندي لو عملت سيزرز ان x times 1 equal y times 2، يعني x كده الفاليو بتاعتها قد ال 1 مرتين. يبقى هنا اول ريليشن طلعتها ان ال x equal to 1. وتاني ريليشن هطلعها، سوري معلش في دي، ان الريشيو بين x تو y ان الاكس كام؟ 2 تو 1. يبقى تاني الاكس ايكوال تو y والريشيو بتاعت x تو y 2 تو 1. وبكده انا استخدمت الريشيو دي استخدام جميل يعني. بص وطلعت اقصى حاجه فيها. ده ما اقدر اطلعه. يا روان كاتبه هنا ان 2 زد اكس اكس بلس 1 2 زد. ماشي. شوف يا روان دلوقتي الريشيو كام. تعالوا بقى نشتغل يا اما على الاولانيه يا اما على الثالثه. انا شايف ان الثالثه احسن بكتير نشتغل عليها. ولا الاولانيه؟ الثالثه، خلينا الثالثه. اكس بلس واي اوفر زد ايكوال 2 اللي هي اوفر كام؟ اللي هي اوفر 1. فروان او دعاء بتقول لي يا مستر خلي بالك ان هنا الاكس اصلا ب 2 واي، يعني ممكن اشيل الاكس ده واحط مكانها 2 واي. فكده 2 واي واي 3 واي اوفر زد ايكوال 2 اوفر كام؟ اوفر 1. ممكن اعمل سيزرز كمان بالمره. يبقى هنا عندي n 3y equals 2z. ولو عايزين نعمل ريشيو يبقى y 2z هرجع طبعا ب 2 over كام؟ 2 over 3. يبقى انا عندي هنا طلعت x to y 2 to 1 y to z 2 to 3. عايزين بقى نركب التو ريشوز دول مع بعض. كنا خدناها في سنه 6 ابتدائي. خلاص ادي الاكس تو واي تو زد، ابدا اكتب ارقامي 2 تو 1 في الاكس والواي وهنا 2 تو 3 في الواي والزد. ازاي بقى اركب الارقام بتاعتي مع بعض؟ كان في طريقه جدا حلوه ظريفه جدا خدناها في سنه 6، كان يقول لك يعمل بقى حرف الان. يعني حرف ان؟ يعني 2 تايمز 2 يطلع بكام؟ 4. بعدين 2 تايمز 1
تطلع ب 2، بعدين ارجع 3 تايمز 1 تطلع ب 3. يبقى هي دي الريشيو بين 4 و 5 اكس واي واي وزد. روانت نطلعها ازاي 4 تو 2 1؟ روانت كاتبه هنا ان الواي ايكوال تو اكس ماينس تو زد، والاكس ايكوال تو واي، اكس بلس زد ايكوال تو واي تو زد. انا مش فاهم روانت انت عاملاها ازاي الطريقه، عشان مش من هنا 2 الزد يا روان. هو انت ده الزد ب 2 اكس ليه يا روان؟ روان تجيب الاكس ايكوال تو واي روان تمام، بس ال 4 زد ديت ال 4 زد على اساس ايه بقى؟ انت عامل هنا اكس من الزد يبقى هنا فور تو تو تشري. يعني نفس الريشيو اللي احنا عاملينها يا روان تقريبا، يعني نفس الريشيو اللي احنا عاملينها. لو كده يبقى تمام، يعني الريزلت صح ماشي. يبقى لو هي نفس الريشيو تمام. ماشي تمام دعاء، اي مين خلاص يا روان كده تمام ماشي يا دعاء. انت عملت حاجه ثانيه غير كده ولا ايه؟ انا مش شايف الاجابه بتاعتك يا دعاء. ملتي باي 2 عملنا 3 واي تايمز 3 عملنا ليه عملنا 3 واي. بص يا دعاء بص معايا كده تاني. بص يا دعاء احنا كان عندنا يا دعاء هنا ال اكس بلس واي، عندنا هنا اكس بلس واي، خلص هنا اكس بلس واي. يبقى هنا اكس بلس واي over z equals 2. واحنا كنا قلنا فوق ان الريشيو بتاعت الاكس والواي كام؟ الاكس over equal to y. يبقى هنا 2y مكان الاكس وبلس الواي اللي هي كان مكانها اصلا over z equals كام؟ 2. طيب y و2y يبقى كده كام؟ 3y. يبقى هنا عندنا هيطلع 3y over z equals كام؟ 2 over 1. ونعمل scissors means extremes. يبقى هنا 3y equal to z. ولما بقى نمشي من y to z يبقى 2 to 3 ترجع لنا الشكل. شكرا ان انتم حضرتوا معانا النهارده. كان معاكم مستر محمد حمدي كشك، وان شاء الله اشوفكم المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.